شو صار؟ خلينا نمشي. جميلة، نحن شوي وطالعين، أنا بوصلكم. لا ما في داعي، منروح لحالنا. تصبح على خير. شو صار جميلة؟ ولوين بدنا نروح؟ خلينا نروح من هون فورا، مو وقت هالحكي هلا. واقف واقف واقف. وين واقف؟ هون. هاي هي الشقة. مهند، هلأ بشرفك شو رح تستفيد؟ مهند تركني عليه. مهند طول بالك شوي، شوف ما في ضوء بالشقة، أكيد هو مانو بالبيت. مهند كمان سيارته مانا موجودة. الله يخليك، لا تخلينا نوع بشي مشكلة بهالليل، مو ناقصنا وجع راس. أنا رح أستنى هون، أنت تصطفل. مهند أنت إذا بدك فيك تروح وتتركني، أنا رح أستناه هون. هالكلب أكيد رح يرجع على بيته، وين بده يروح مني؟ أنا قاعد عم بستناه. ما لقوا يختاروا غير هاليوم هاد؟ عن جد إنه هالصدفة كتير غريبة. منيح اللي هين دخانه وما انجلطيت. دخلك هي ليش نايمة هون؟ خليها تروح على بيتها. رح تروح من هون على المطار. إذا طاروا التماسيح رح تطير. هاي وش واحدة ممكن تفيق على شغلة؟ عيرت الساعة قبل ما تغفى. يا بنتي مو حرام إنها تنام هيك؟ جيبي لها شي بطانية وغطيها قبل ما تموت من البرد. يلا جميلة خلينا نروح، نحن هون شو قاعدين عم نستنى؟ يا أمي ما بعرف إذا علي أخذ معه مفتاح البيت ولا تاركه هون، ورح أستنى ليجي مشان ما يضل برا. بس أنتي فيك تروحي إذا بدك. لا وأنا رح أستنى معك، بس والله مليت من القعدة، الجو هون مانا مريح. والله تعبت من كتر الفوضى اللي حوالينا بهالبيت. شو رأيك نتسلى ترتيب الشقة؟ هيك منكون فدنا بشي وما منحس بالوقت. اللي كان بالأول وقفي، خليني أجيب لها شي بطانية لرفيقتك، بدي غطيها أحسن ما تاخد برد. مو معقول بيت العزابة شو بكون فوضى. ها ليكن إجوا، بعديلي شوي. لا تقومي، كفي نومتك. هذا انتي؟ لسه ما اجوا لهلا؟ لا والله، فوتي. مرحبا. اهلين زينب، ابوكي قال لي انك بعرض الازياء. فرجيني ما شاء الله، شو هالأناقة؟ قلي لي كيف كان العرض؟ العرض كان كتير حلو، بس أنا كنت مزعوجة بصراحة، عقلي كان هون ما قدرت أنبسط. معك حق، تعالي عادي هون لأنه هي نايمة. قالوا لك وينهم؟ لا والله ما عم يقولوا، اتصلت بعلي قالي لا تقلقوا نحن جايين وبس. هلأ مزبوط إنه الشرطة إجت وأخدته لمؤيد؟ والله ما عم بقدر صدق. وأنا كتير تفاجأت، ما عم بفهم هلأ كيف انفتحت القصة مرة تانية. لأنه عيلة الولد اللي مات مشتكية على مؤيد، ما هيك جميلة؟ مو هن المشتكيين؟ ليش استنوا كل هالوقت لحتى يشتكوا؟ ما أنا غريبة؟ شو بيعرفني، يمكن ساعة نحس. شو هالحكي، مهند انسجن 4 سنين لهالسبب، شو بدهن بمؤيد؟ ما بعرف شو السبب. يعني أخذوا حقهم وزيادة، ليش ليتهموا لمؤيد بعد كل هالسنين؟ والله يا زينب أنا ما بعرف تفاصيل الحادث، مهند بيحكي لك بس يجي. يلا جميلة، طالما زينب اجت لهون نحن صار فينا نروح على البيت. جميلة قالت لي إنه علي ما معه مفتاح وكنا عم نستنى، بس طالما هلأ أنت اجيتي صار فينا نمشي. يلا جميلة.
روحوا أنا بستنى، ما في مشكلة. يلا حبيبتي. بخاطرك زينب. مع السلامة جميلة. يلا بخاطرك زينب، خلينا نشوفك. إن شاء الله. تصبحوا على خير. بس يجوا بتصل فيكي. ماشي. يمكن هن. لا مو هن، هذا المنبه تبع نعمت هي عايرته لحتى تفيق. قال بدها تطير. بخاطري. يلا حبيبتي منشوفك بكرة. مع السلامة. صح النوم؟ لسه ما اجوا؟ لا لسه. زينب أنا صار لازم روح، وهي الليلة كمان راحت على الفاضي. اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى.